ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا طبعا يا جدعان. في مقلب حصل فيكم وحصل في هبه. المقلب ايه؟ ان الشقه اللي انتوا شفتوها دي يعني والله ما بتاعتنا، يعني الشقه دي مش بتاعتي، الشقه دي بتاعت ناس زمايلي، وانا فعلا جبنا شقه جديده ونقلنا العزال وخلاص وكل حاجه وسيبنا الشقه الثانيه تمام، بس انا عامل مقلب في هبه. مقلب في هبه ايه؟ ان الشقه دي اصلا مش بتاعتنا. بصوا احنا الشقه بتاعتنا جايبين الرجاله النهارده وجايين ايه؟ غريبك يا مرتاد بقى يا مستر. بص يا جدعان، هي دي الشقه الجديده يا جدعان، هي دي الشقه بقى بتاعتنا، احنا جايين نوضب فيها وكده. ايه بقى؟ بص يا حسين، ولا حسين خد الجنب ده يا ولد، الجنب ده ايوه كده يا حبيبي شاطر. شوف فكرني حسين يزود 10 جنيه. افتح يا ابني، افتح يا ابني، امسك المفتاح على طول. افتح حسين باشا حبيبي، زعق في الحته دي كويس. الشقه دي يا جدعان بتاعتنا زمايلنا الثانيه، ف هنشوف بقى رد فعل هبه. هبه احنا مش هنقول لها حاجه، يعني هبه رد فعلها يبقى زيها زيكم، هتشوف الفيديو على اليوتيوب ونشوف رد فعلها. والله العظيم هبه دي اللي هنعيش فيها بقى بجد. يلا جرجس، يلا جرجس، خش شكورة يا حسين. داخلين نمسح يا جدعان ونكنس، الموضوع صعب. امسك واحد واثنين، حط سكو دي، ما امسكش ثلاثة أربعة. اه يا جدعان هي دي. هنعمل لكم بقى فيها جوله في الشقه وكل حاجه. ايه هناكل هنا يا جدعان؟ هناكل هنا. اه والله ناكل هنا، الجو جامد قوي والله. هاكل طبعا يا جدعان، احنا هناكل الاول. اي حد عايز فريق؟ تعالى افتح الشجره دي جنبي، حاسس انك نمت القرمان. بس يا جدعان دي الشقه جوه اهي. هو ياسر راح فين؟ ده ياسر راح فين؟ الشقه كله هنقعد بقى ناكل يا جماعه، بعد ما نخلص نخش نروق ونوريكم الشقه وكل حاجه. تنسوش تعملوا لايك، تنسوش تعملوا لايك للفيديو، توصلوا الفيديو ده 100,000 لايك. كله بقى يخش يكتب يعني ايه بقى قبل ما تشوف الفيديو، خشوا في الرسائل افضلوا يقولوا لنا شوف ايه بقى. بص التافه ده، عبد طلع بيعمل فيك مقلب. بص التافه. واو انبطح انبطح على جنس انبطح انبطح يا جدعان. ناكل ايه؟ لا معلش ميه بتوقع الحاجات من اولها. عايز عايز تتقصي ده ممكن. اه يا جدع جميله باكلكوا اول ناس في البيت عندي، هنزل لكم من اولها. بس يا محمد تاخد مودة؟ تاخد مودة؟ تاخد مود؟ اعمل يا خالة يا جدعان. نقلين الشقة ده كرتون كده رشاش بيسقي الشجر. ايه هتغفلهم؟ انت يا اسطى ده يا جدعان حمام للجنينة. ده الحمام بتاعي، ده الحمام بتاع جرجس. انا هقعد هنا هيحرس لي الجنينه، ودي العده جايين بقى نطير بقى. خد الفايل يلا. ايه ده الباب بيتفتح كده ليه؟ اللي هيقع علينا الالوان في ايه؟ النور يا اسطى هنا اهو، هنا اهو، فين اهو؟ اه اه شغاله اهو. ايوه اسمع كل الزباله ارفع المواطير ارفع. بص يا هبة، بص يا الشقة الجديدة يا هبة اهو. الحمام مفيش نور. بصي جايب لك اوضة يعني مخصوص بالدريسنج روم بتاعنا. ايه الاوضة؟ هو الدريسنج. هندخل جوه هنا الدريسنج دي اوضة النوم، ودي اوضة الاطفال. نفتح منين؟ دي البلكونه بقى جايبه ايه؟ دي الدنيا هنا كلها. ثانك يو. اقفل 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 ناموس. هرشها لك ايه؟ هنرشها. ايه ده بقى عايز اعمل يا اسطى؟ بس النهارده يا اسطى انت بتشرب يا اسطى، تقول لي جاي نروق. بصوا يا جدعان احنا هنبدا منين؟ من الاوضه اللي جوه دي. بس انا لابس لك لبس الزبالين اهو عشان اروق معاك اخواتي. وده البيت بتاع ايه؟ تعالى كده بص بقى مع المهندس شويه عشان ايه؟ ايه؟ شايف ده المربع ده كده؟ اه هعمل لك جرين دول او تحطه بص. بص يا جدعان عامل زي امي وهو بيروق بيغني. هو اللي بتساوي انت يا احمد وانت على امي احلى حاجه. لا 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 هزار، لا بجد يا باشا.
يسري الجنايني عدل. استاذ يسري الجنايني عمل الجنينه ورش كله. استاذ يسري يا جنايني قفل الجنينه خلاص يا جدعان. بس مهدي الدنيا ميه بس سال الزرع كله. وتعالى اقول لك يا هبه فجاه هبه بالفيديو ايه ربنا يا هبه بدور عليك. ايه ده المايه اللي نجي برده؟ ما هو ده كمان بيقول لك اللي عايز سباك ما نبقى نظبطه. بس اقفل اللي انا سامع صوت ميه. اقفل اللي احنا فيه. ما بتقفلش يسري اللي ما تعبش معانا في اي حاجه. بنفك المطبخ كانتش لازم نربطه يعني عشان نعمل لها انت خليها تبدا المقلب. يا جماعه ما انت جاي متعب بقى بنعمل ايه؟ حسن انت ما تعبتش معايا خالص يا اسطى. هما الصراحه اللي تعبوا معايا جرجس وحسين والعلي تاني عرف ده كده ليه؟ استنى هم عاملين زي الرومانسيين كده ليه؟ انا رميت معاك فين؟ اعطيني بس اسندها بايد يا جماعه. النور ده اللي من اول ما قلت كده بالكد. بنعمل ايه دلوقتي؟ كنا بنعمل ايه؟ بصوا يا جدعان حافين. بصوا بقى يا اسلام وحسين، حسين عامل لكم فيها ظابط جيش وصعقه. بالله عليكم بدل القعده دي قوموا شيلوا حاجه. يا ابني احنا شلنا كل حاجه. انت بتقول شلت كل حاجه؟ كل العربيه ده احنا اللي شايلين انا وحسين بس. شايل كل حاجه والله العظيم يا جدعان. شالوا انا ماشي خلاص. كان اللي اتشال على العربيه مين اللي شايله؟ مين اللي شايله؟ يا ابني احنا متفقين على التسريحه. شلنا ثلاجه وغساله وبوتاجاز. احنا اللي شايلين الغساله. انا مش شايل الغساله ولا لا؟ شلنا الغساله والهدوم والتسريحه. مش شايلها تسريحه ثلاجه وبوتاجاز. بس مش في كبير الرد. عاش عاش. صحة فين؟ اهو يلا في صحة. اهو يلا اهو يلا اهو وريني يلا اهو وريني اهو. على فكرة اللي شالت ورينهم البطن يلا. لا لا بلاش ورينهم ورينهم البطن يا جرجس. بلاش جرجس عشان انا وجرجس انا وجرجس. لا اطلع مكانك. ولا جيم اللي شال التصريح عشان انا وانت. تصريحة؟ تصريحة. طب ايه انتوا قاعدين ليه؟ طب يلا بقى نروح عشان نروح. خلاص خلصنا؟ اني موتة بنت حرام. روح قول له الحاجات دي عايزة رجالة يا جرجس. جرجس عمال يكسفنا. قول له الحاجات دي عايزة رجالة. جرجس خد التسريحه بالله عليك يا جرجس. بسرعه بقى. عاش. يلا يا جرجس انت طالع تعمل ايه يا جرجس؟ انت طالع تعمل ايه يا جرجس؟ بقول لك عايز رجاله. عاش. استنى اجي معاكم بقى. ماشي. بقول لك طلع رجاله. طلعت ايه؟ رجاله. على فكره انا اللي شايلها مش يوسف مش حسين. والله والله انا اللي جدعان جايبها معايا بس سبت. يلا حسين طلعت رجاله. كان كده مش ناقص حاجه. لا راسك بتاع حاجه كده من قدامي. جرجس اللي انت شايلها طلعت دي بسبب ايه يا جرجس؟ يا دي يا خابي. شيل شيل اسني ده اسني. طب ذمتك مش عيب اللي انت عامله ده؟ رمي البتاع على الارض. والله اسلام هو اللي سابها. اما تتوسخ اسلام اللي سابها ومشي. وهيبقى هتشوف الفيديو ده وهتعلقك. صح. خلاص انا هقفل. يا جدعان كده خلصنا الفيديو وسيبنا لاخر الفيديو. تعبت يا ابني. بص الواد اشعل شايف يد قصر الملك عبد الرحمن مبروك. يا جدعان يا محدش لعب غيري النهارده. سيبك منك. هنموت يلا. ده ماله ده؟ انت في ايه؟ رفيصه جماعيه. مالك يا جرجس؟ انا هاري سويد. طب انت عملت ايه يا ابن الكلب؟ انت عملت ايه؟ لا والله العظيم يا جدعان اكتر اثنين تعبوا النهارده انا وادهم. يعني بجد انا جدا جدا هم دول اكتر اثنين. وده بيشيل عمال كل ما الراجل يقول له خش شيل يا اسطى عايز امشي يقول له عايز عايز رجاله. اللي كان معانا ناس تساعد. انت قلت لي هم هيسدوا مش هيسدوا. لا سدوا ولا هدف ولا هدف. خد صحابك ياب وامشي. كل حاجه بس كده يا جدعان خلصنا الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه كله. خش الهيبه في الكومنتات.
الكومنتات ايه في الرسائل بتاعت الانستجرام، قولوا لها عبده بيعمل فيكي مقلب وروح شوف الفيديو اللي على اليوتيوب. كله يخش يقول لها عبده بيعمل فيكي مقلب وروح شوف الفيديو بتاع اليوتيوب. بس سلام.